مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى اول مره اقول مساء الخير، انا بتصور الفيديو ده بالليل مش بالنهار، عشان كده بقول لكم مساء الخير. طلب مني تابروير، يعني ايه اللي اجيبه؟ انا لسه عروسه وبجهز، تمام؟ ايه اللي اجيبه في تابروير؟ يعني كبدايه، تمام. كذا مره طلب مني الطلب ده، فقلت ايه لازم اعمله لكم، وقعدت برضو متابعة عندي اللي انا هعمله لها الاسبوع ده، تمام. طيب اول حاجة في تابروير، احلى حاجة طبعا يعني علب، نجيب ايه؟ علب الفريزر. علب الفريزر دي مهمة جدا. ليه بقى؟ لان احنا مثلا عملنا حاجة، طبعا انا في اول الجواز برضو اكيد مامتي هتعمل لي حاجات، يعني فاهمني، هعمل حاجات واشيلها وكده، هيجي لي حد هيعمل لي الحاجة، لسه بقى انا لسه متجوزة وكده. فعلب الفريزر دي حلوة جدا، تمام. في منها احجام، في الكبيرة انا بس عندي في الفريزر حاطة فيها البانيه اللي وريته لكم، وفي بقى الاحجام دي، تمام، حلوة قوي دي. كمان انا بجيبها مش للفريزر بس، بجيبها للجبن، حلوة قوي. يعني لو جبتي لك اتنين من دول للجبن، واحدة للرومي، واحدة للتشيدر، واحدة لانشون كده، الحاجات دي حلوة جدا بصراحة. دي انا بموت فيها، اللي هي الرفيعة دي، لو جبتي لك اتنين تلاتة من دي حلوة جدا، تمام. في بقى كمان علب الفريزر اللي هي الطويله شويه، برضو عندي في الفريزر، معلش مش موجوده، يعني مش فاضيه. فيعني طقم علب الفريزر حلو قوي، تمام. دي حاجه طبعا طبعا. دي بصراحه هايله هايله هايله، يعني انا بقالي اهو تقريبا سنه ما جرباها، اللي هي بتاعه البصل والثوم والبطاطس وكده، حلوه جدا. احسن بقى ما تجيبي اللي هي الاورجنايزر بتاع اللي هو اسمه التربو، مش حلو بصراحه. مهما جبتي برضو ده اشيك واحلى وبيحفظ الحاجه، يعني جيبي لك اتنين بصراحه، في من في دي، وفي كمان اللي هي من غير غطا، في واحده للبصل، دي للبطاطس، والتانيه للبصل، تمام. انا بصراحه جايبه اتنين اللي بغطا، انت ممكن تجيبي واحده بواحده. هايله جدا جدا جدا، انصح بيها وبشده. دي اشيك حاجه واحلى حاجه، بتحفظ الحاجه، وبعدين بتاخد كتير. يعني انا خمس افراد احنا ما شاء الله، وال بتكفينا، بجيب 4 كيلو بصل وبحطهم ما شاء الله لغايه اخر واحده، ما بيبوظوش خالص. بس لو المطبخ حر جدا، برضو عايزه يعني اكد على حاجه، اختي مطبخها حر جدا، انا قلت الكلام ده قبل كده، حر جدا 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 بيبوظ الحاجه. لكن انا مطبخي معقول الحمد لله، معقول، مش هوا بس، معقول، حلوه قوي، تمام. دي من الاساسيات، وقلنا علب الفريزر. طيب ايه كمان؟ في علب الخضار، انا عندي علب الخضار باحجامها، مش لازم تجيبي الاحجام الكبيره، هاتي الحجم الوسط، هوريهولك. ده الحجم الوسط اللي هو 4 لتر و4 من 10، ده ممكن تلمي بقى فيه حاجتك كلها اهو، تلمي بقى فيه الخيار والطماطم والفلفل بتاعتك. تجيبي ممكن واحده بس، مبدئيا واحده بس هتغنيكي عن كله، تمام. يبقى احنا كده هنجيب واحده علبه خضار، وعلب طقم علب الفريزر، وبتاعه البصل والثوم. طيب دي حلوه برضو، دي في منها حجمين، انت هتجيبي الحجم الصغير، دي هتحطي بيها فيها السلطه بتاعتك، فروت سالاد، برضو جالك مع حد برضو شكلها حلوه برضو على السفره لما تحطي فيها السلطه دي، برضو ايه كام لتر؟ دي 1 لتر و3 من 10، تكفيكي بقى انت وجوزك مثلا، جالك حد وشكلها شيك، بصي بالشفافه والغطا بتاعها اللي هو الاسود ده، بصراحه شكلها شيك جدا وحلوه قوي، تمام. دي برضو حلوه. في بقى عنده العلب طبعا، علب كتير، في بقى احجام، تمام. انت مش لازم تجيبي العلب الكبيره، لا، العلب دي بقى هتنفعك في ايه؟ انا حاطه فيها تمر اهو، هتنفعك في ايه؟ بواقي اكل، عملت الاكل لكي ولجوزك، يعني هيفيد اكل، هتروحي حاطاها في التلاجة، تمام. في عندك احجام، في عندك احجام اهو، طبعا العدد اللي انت عايزاه، ممكن بالواحده، ممكن بتجيبي بالواحده، هتروحي حاطه ايه؟ بواقي الاكل في التلاجة، هتقعد عندك، جبتي مثلا اي حاجه، مكسرات، اي حاجه، برده هيقعد عندك الموضوع في التلاجة، بيقعد عندك تمام كده يا حبايبي. زي ما قلت لكم، دي بقى كمان بقول لك كل يعني حجمها حلو جدا لبواقي الاكل، بقى معاكي اكل تحطيها. وفي الاصغر منها خالص، في الصغننه المدوره خالص برده هوريها لك، تمام. دول برده لبواقي الاكل. طيب
بالنسبة بقى للمصفة دي، المصفة دي حلوة جدا 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 جدا، صغيرة ما بتاخدش مكان، وفي نفس الوقت بجد بتصفي حلو جدا. يعني بصوا بقى، انا الحاجات اللي بقول لكم عليها دي هاتوها، انا بصراحة كل فترة بجيب منها لبناتي، يعني مثلا بينزل عروض، يعني دي نزل عروض جبت منهم، اللي هم دول الشفافين نزل عروض جبت منهم، كل شهر بجيب حاجة. مش لازم تجيبي كل حاجة مرة واحدة، كل اسبوع بينزل عرض هاتي منه مثلا حاجه حاجتين، تمام، بحيث ان انت ان شاء الله لما تيجي تتجوزي تلاقي عندك كميه حلوه. تمام، المصفه دي بقولك حلوه قوي. بحب قوي كمان دول، ودول في منهم ممكن بالواحده وفي منهم طقم، البيزلاين دول اسمهم بيزلاين. تمام، الغطا بتاعهم محكم فظيع، وبعدين بيحافظوا على حاجه، طبعا هو كله بيحافظ على حاجه، بس في غطيان بتبقى محكمه جدا، وفي يعني مثلا دي برضو دي انا كنت عايزه اقول لك عليها، دي حلوه برضو جدا، عملتي اي حاجه وفاض منك، يعني مثلا اي حاجه انا بحط دايما فيها على فكره الفول، بحب برضو اعمل الفول واحطه فيها، بيقعد معايا ساعات بالشهر والله لو الجو حلو بالشهر، فيعني فعلا فعلا دول حلوين جدا. تمام، فاض معاكي شويه رز حطيتيهم اي حاجه. البيز لاين دول بصوا بقى قفلهم عامل ازاي، تمام، محكمين جدا دول. في منهم 3 احجام، بصراحه انا ما جبتش 3 احجام، انا جبت 2 صغيرين، حاسه الصغيرين برضو عمليين، بس انت ممكن تجيبي طقم. تمام، كنت عايزه بكلمكم والفيديو معلش قطع، على علب الميكرويف. علب الميكرويف انا دي لسه ان شاء الله هجيبها، بس سمعت عنها كل اصحابي وكده، وكله بيقول لي عليها اللي هي حلوه جدا. تدخليهم يعني، تحطي مثلا عملتي الاكل وبعد كده حطيتي البواقي الاكل في الثلاجه، هما دول على فكره ما بيدخلوش الميكرويف، لكن علب الميكرويف هي بس اللي بتدخل الميكرويف. بقى اتفضل اكل عندك حطيتيه في التلاجة، طلعتيه على طول على الميكرويف، تمام، بدل ما تنقلي في حاجه وتسخني فيه، وامن طبعا جدا، بتفتحي الكلابس بتاعه فيه كده، هنا كلابس بتفتحيه وتسخني. حلوين جدا دول، ان شاء الله باذن الله انا ناويه اجيبهم. يعني بجد فعلا عمليين. تمام، يبقى احنا كده لمينا كل حاجه بتاعه تبروير. في كمان ايه اللي هم بس دلوقتي مش موجودين، اللي هم بتوع العصير، انا في الكبير كان في كمان منه، الحجم الصغير انا بصراحه عندي مدخلاه جوه مش لاقياه دلوقتي، انا عندي الكبير. الكبير برضو حلو، بس بالنسبه لك مش عملي قوي، يعني انا بعمله في رمضان وطلعه احط فيه العصير اللي هو تقريبا هو لتر او اكبر من لتر. في الصغير منه برضو حلو جدا، لو لقيتيه هاتيه على طول. تمام، ده بالنسبه للعصير. كان في بتاع الزيت، بس بتاع الزيت مش موجود دلوقتي، اللي بتحطي فيه الزيت والخل مش موجودين، انا سالت عليهم ما لقيتهمش موجودين. في حاجه تانية عايزه اقول لك عليها، كنت عايزه اقول لكم عليها بالنسبه بقى للحلل، اللي لسه هتتجوز جديد ولسه متجوزه جديد، يعني عروسه، تجيب الالترا الصغيره هتنفعها جدا، المقاس الصغير. هتحط بقى كل حاجه على بعض، لسه بقى هي متعلمه الاكل جديد، هتحط دي بقى طبعا الكبيره، لا دي كبيره جدا يعني، هتحط بقى الاكل على بعض طبعا كله، هتسهل عليها الفراخ مع الخضار، اي حاجه ممكن تعملها في الالترا، بس هي بتاخد وقت شويه، يعني تعملها قبلها بشويه. تجيب بقى المقاس الصغير هينفعها جدا، عندها بطاية صغيرة تحطها، عندها فراخ تحطها في الفرن، كله محشي، كل حاجة ممكن تعملها في الصينية، بطاطس صغيرة برضو ليها والجوزها، حتى لو عندها برضو حد جاي ممكن برضو تنفعها. يعني بصراحة الالترا حلوة للي لسه متجوزين، بتبقى يعني عملية وجميلة بصراحة، يعني هي بس ايه تنضيفها شوية متعب، بس مش مشكلة يعني، عارفة ممكن بالراحة كده تنضفي ما تجرحهاش، بس هي في نفس الوقت حلوه ولذيذه وعمليه، لان برضو لسه يعني بيتعلموا الاكل جديد. بس بالنسبه بقى اللي هما العلب دي بتاعه البقوليات برضو حلوه، وعلى فكره في بالواحده، انت مش لازم تجيبي الكبار، تبداي مثلا بالحجمين دول، تمام، مش لازم تجيبي الكبار خالص، في كده وفي اكبر طبعا، انت عارفه طبعا ايه الاحجام. اللي حلوه قوي برضو ممكن تجيبيها وتنفعك دي، يعني دي جيبيها من الاول بتاعت الرز، دي تاخد منك 3 كيلو رز تقريبا، ممكن ممكن 2.5 او 3 كيلو رز، لان لا هتاخد 2.5 رز لانها 3.5 كيلو، تمام، دي تحطيها عندك في الدولاب، تحطي فيها الرز هتحفظ لك الرز، يعني دي من الاول، تمام،
بتوع البقوليات ممكن مش من الاول قوي، يعني ممكن ايه تخليها بعد كده، بس من الاساسيات قلنا دي وبتاعت البصل وطقم الفريزر وعلب صغيره تحطي فيها بواقي الاكل. تمام، بس دول حلوين جدا 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 بتوع البقوليات وبتاعت الرز. تمام، بس هو ده اللي يعني بصراحه اللي هو كاساسيات. طبعا انا عندي حاجات احجام كبيره، وبتوع البقوليات دول على كبير، ودول في منهم برضو احجام كبيره، وفي كمان 4 لتر، يعني في احجام كبيره جدا، في بتاعت حاجات العجن والكلام ده كله لا، يعني مش هينفعك في الاول خالص. الاساسيات اللي هي هتنفعك في الاول اللي احنا قلنا عليهم، ويا ريت يعني يا ريت ما تجيبيهم برضو حاجه زي ما قلت لك، يا ريت ما تجيبهمش على طول، هيعدي من عليكي كل اسبوع حاجه او كل شهر حاجه هيعدي من عليكي، وهتيجي بعد كده تلاقي عندك ايه الحمد لله كميه كويسه. بس يا رب اكون افدتك. إيه هو كذا واحده اللي طلبت مني الكلام ده، بصراحه يا رب اكون افدتكم، ويا رب اكون استفدتم الفيديو. وبس لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك وفي السبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.